السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. معادنا النهاردة مع محاضرة مهمة وقوية جدا جدا جدا، كورس CCNA Routing and Switching بعنوان Emulation Mastery VMware Workstation 11. تقول لي يا باشمهندس قوية إزاي؟ Workstation 11 دلوقتي نزل Workstation 12، وانت ايه الجديد اللي احنا هنشوفه؟ ما احنا عارفين اغلب الناس اللي بتشوف الفيديو ممكن تكون عارفه ازاي تتعامل مع الفي ام وير ورك ستيشن، سواء 10 او 11 او 12. فايه الجديد؟ لا الجديد حاجات كتيره جدا. اولا انا يعني ايه بعد ما طلعت من السبنيتنج السبنيتنج ادريسنج ماست ماستري بال 7 او بالسبع اجزاء اللي انا نزلتهم، بعد كده نزلنا باربع اجزاء في السويتشنج، وبعد كده ايه هقطع السويتشنج كده بايه بثلاث فيديوهات ايميوليشن ماستري في ام وير ورك ستيشن 11، وبعدين الجي ان اس 3 الجي ان اس 3 1.4.0، وبعدها هننط الى المحاضره الثالثه في الايميوليشن ماستري دي، تعتبر المحاضره ال 18 18 اللي بعدها المحاضره ال 19 جي ان اس 3 1.4.0، وازاي نركب البرنامجين دول مع بعض. وبعد كده المحاضره الثالثه بتاعت الايميوليشن ماستري اللي هي بقى يعتبر محاضره رقم 20 في الكورس، الجي ان اس 3 1.4.0.0 بس تي شوت. تي شوت يعني هنحل مشاكل، في مشاكل يعني بتقابل بعض الطلبه في تشطيب البرنامج جي ان اس 1.4.0 وتشغيله، اللابات، الكلام ده كله، كل ده هنتكلم فيه في فيديو الجي ان اس 1.4.0 تي شوت. مبدئيا كده مش لازم تجيب راكه فيها 6 7 راوترات و 6 7 سويتشات عشان تذاكر للسي سي ان اي او للسي سي ام بي او السي سي اي اي. الفي ام وير بلس الجي ان اس 3 يعمل لك افضل واقوى لاب واسرع لاب تقدر تتمرن بيه على سيناريوهات السي سي ان اي والان بي والاي اي. فانا بدل مثلا ما اروح يعني ايه اشتري راكه مثلا بيها سويتشين سي 28 11، واشتري سويتش مثلا، لا سويتشين راوترين سي 28 11، طبعا انا بفضل الراوتر ده لانه بيسبورت الكونت مانجر اكسبريس، واجيب مثلا اربع راوترات سي 18 41 اللي دلوقتي is nothing. الراوتر ده ما بقتش بحب اشتغل عليه طبعا، لان يعني يا دوب بس سي سي ان اي تخش في الان بي والاي اي يقول لك شكرا. واجيب مثلا سويتشات 35 50 مالتي لاير او 35 60 مالتي لاير، طبعا ده في الان بي والاي اي السويتشات دي مهمه جدا. مش محتاج اجيب كل الكلام ده، جي ان اس 3 بلس الفي ام وير يقوم لك بكل القصه دي كلها، تمام. فاحنا ان شاء الله باذن الله تعالى هنتمرن النهارده على ازاي نسطب الفي ام وير، وازاي نتعامل معاه، المشاكل بتاعته، ازاي مثلا نعرف سيستم النتورك كونفيجريشن في الفي ام وير ورك ستيشن 11. بس مبدئيا كده ايه عايزين نتكلم في شويه حاجات. ايه هي شويه حاجات؟ تعالوا ندرس الاول قبل ما نتكلم على الفي ام وير والجي ان اس 3، تعالوا نتكلم يعني ننزل يعني ايه. انا دلوقتي عندي الطبقه مثلا بتاعت الفي ام وير، انا عايز انزل للعمق العمق العمق العمق، بعدين اطلعك تاني للفي ام وير. ليه الكلام ده كله؟ يعني احنا هنتكلم شويه حاجات تريكي تريكي مهمه جدا. ليه؟ عشان اما اجي اطلعك للفي ام وير واقول لك ده ازاي يشتغل، تبقى انت عارف بيهايند ذا سين بيهايند ذا سين ايه اللي بيتم في البي ام وير. نفس الكلام بينطبق على الجي ان اس 3. تعالوا نتعرف على مفهوم قوي جدا اسمه الكمبيوتر اركيتكتشر. كمبيوتر اركيتكتشر موديل عباره عن ايه بقى؟ بيقول لك ان انت مثلا انت راجل جيمر، مثلا انت بتحب تلعب، مثلا انا بعشق العاب البيس، ما بحبش الفيفا خالص عشان صعبه، بيس 2016 مثلا، انت عايز تلعب لعبه بيس 2016، ف اول حاجه هتفكر فيها ايه؟ اوكي انا هنزل مثلا مول البستان او سوق العصر او ايا كان، هروح اشتري كيسه كمبيوتر. اوكي فانت جبت ايه كيسه الكمبيوتر، فدي تعتبر انت عندك طبقه الهاردوير، انت جبت طبقه الهاردوير بتاعتك. اوكي ده كلام جميل. اول ما جبت كيسه الكمبيوتر بالشاشه بالماوس بالكيبورد بكل حاجه، هتقدر تلعب لعبه بيس 2016؟ تقول لي لا لا يا باشمهندس، ده انا المفترض اسيتب عليها انستول عليها الاوبريتنج سيستم. ليتس سي مثلا الاوبريتنج سيستم ممكن يكون ويندوز 8.1، ويندوز 10، اور لينكس،
اور لينكس، فايا كان انا هسطب الاوبريتنج سيستم بتاعي. فانا عشان اسيت اب الاوبريتنج سيستم لازم يكون تحته طبقه الايه الهاردوير. طب ده كلام جميل، هل بعد كده تقدر تلعب بيس 2016؟ هتقول لا يا باشمهندس، انا المفترض ايه اسيت اب على الاوبريتنج سيستم بتاعي اول ما سطبت الويندوز اسيت اب عليه لعبه البيس اللي هي مثلا طب بتقع في طبقه الابلكيشن. طب ده كلام جميل، انت عندك جهاز الكمبيوتر وعندك الاوبريتنج سيستم وعندك الابلكيشن، طيب ماذا بعد؟ خلاص كده؟ لا، انا لازم يكون في يوزر يلعب اللعبه، صح ولا لا؟ فدي الموديل بتاع الكمبيوتر اركيتكتشر. طب ده كلام جميل جدا. الفي ام وير، الفي ام وير ماذا بيستخدم لايه؟ الفي ام وير بيستخدم لانه يحاكي لك طبقه هاردوير وهميه، بيسميها كده الهايبرفايزر، بيسموها كده الايه الهايبرفايزر. طب ده كلام جميل، بيحاكي لك طبقه هاردوير وهميه. طب لو انت عندك طبقه هاردوير وهميه تقدر تعمل عليها اكيد طبقه اوبريتنج سيستم وهميه، وبالتالي طالما عندك طبقه الاوبريتنج سيستم الوهميه تقدر تعمل عليها طبقه الابلكيشن وهميه، وطالما انت عندك طبقه الابلكيشن وهميه تقدر تعمل عليها طبقه يوزر. طب ده كلام جميل جدا. فالفي ام وير بمنتهى البساطه كده ايه نتكلم بالبلدي، يعني انا دلوقتي عايز اعمل معاك مثلا ايه نتورك توبولوجي، فانا محتاج عندي راوتر، محتاج عندي سويتش، محتاج عندي جهاز كمبيوتر. فالراوتر والسويتش اللي يقوم بسيستم الاميوليشن لي هو الجي ان اس 3. طب اما اللي بيقوم بدور الاميوليشن للبي سيز السيرفرز، انا مثلا عايز اقول لك انا عايز اسطب ويندوز سيرفر 2012، فانا اكيد يعني مش هقول لك شيل الويندوز اللي عندك على اللابتوب اللي عندك او الكمبيوتر اللي عندك ولا حط السيرفر. لا 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 لا، احنا وانس ان احنا عندنا في ام وير هنقدر نعمل عليه بقى ايه اجهزه كمبيوتر. وطالما انا عندي الراوترز والسويتشز اقدر يعني اعملها سيميوليشن او ايميوليشن برنامج الجي ان اس 3، فدلوقتي اقدر اعمل النتورك توبولوجي بتاعتي العاديه جدا. اوكي، فانا لما اجي اعمل نتورك توبولوجي زي دي انا محتاج جي ان اس 3 عشان يحاكي لي الراوترات والسويتشات، ومحتاج في ام وير ورك ستيشن 11 عشان يحاكي لي البي سيز. طب ده كلام جميل. طبعا لم يقف الفي ام وير عند هذا الحد، لم يقف الفي ام وير عند هذا الحد، انا ممكن اعمل ايميوليشن للفاير وولز، اعمل ايميوليشن للفاير وولز على الفي ام وير. اقدر اعمل ايميوليشن للفاير مثلا يو تي ام 40 جيت سوفوس. يعني انا مش محتاج مثلا ان انا ايه، بما ان دي اجهزه شبكات، اجهزه نتورك يعني نتورك ديفايسز، فانا مش محتاج ان انا اعمل لها ايميوليشن على الجي ان اس 3. الجي ان اس 3 بي سبورت الايميوليشن للاي اس اي فاير وول، لكن انا ممكن اعمله في ام، اعمل يعني انزل في ام مايا او مكنه يعني في ام يعني اختصار اللي هي فيرتشوال ماشين، فيرتشوال ماشين من الانترنت، تنزل في اي اس اي في ام وتحملها على الفي ام وير وتوصل بقى الايه الاي اس اي في ام عندك في التوبولوجي، تحطها في المكان اللي انت بقى ايه باني بناء عليه التوبولوجي بتاعتك. طيب ده كلام جميل جدا. عايزين بقى ايه بمنتهى البساطه نعرف الفي ام وير شغال بقى ازاي. انا دلوقتي عندي طبقه الهاردوير، طب ده كلام جميل، وبعدين بحط طبقه الاوبريتنج سيستم، طب ده كلام جميل. الفي ام وير بما انه ابلكيشن فبينزل على طبقه الاوبريتنج سيستم، هذا الفي ام وير. الفي ام وير بيحاكي بقى الطبقه دي ما بيقولش عليها بقى ان هي طبقه ابلكيشن، لا ده بيقول، ده بيحط في الطبقه دي هايبرفايزر. هايبرفايزر طبقه بتحاكي طبقه الهاردوير، وطالما انا حولت الطبقه دي الى طبقه هاردوير او فيرتشوال هاردوير، فيرتشوال هاردوير مش فيرجوال على فكرة مش فيرجوال، فيرتشوال هاردوير، فانا بالتالي اقدر اسيتب عليها فوقيها اوبريتنج سيستم، لان الفي ام وير ام بيهيئ للاوبريتنج سيستم ان انت تحتك مش طبقة اوبريتنج سيستم، لا انت تحتك طبقة هاردوير، وبالتالي اقدر بقى الاوبريتنج سيستم ده اسطب عليه الابلكيشنز بتاعتي. تقدر بقى تعمل مكنه اكس بي او مكنه ويندوز سيرفر 2012 وتحمل عليها السوفت ويرز بتاعتك. anyway لو انت مش فاهم الكلام ده او مش حاسه، انت كده كده اما ابدا في الفي ام وير هتفهم القصه دي كلها ماشيه ازاي. الجي ان اس 3، الجي ان اس 3 بيعمل لك برضو ايه نفس الكلام. انا دلوقتي عندي هاردوير اوبريتنج سيستم الويندوز بتاعك، بيسيت اب الاوبريتنج سيستم طبقه اسمها الداينامكس.
الداينامكس هو الانجن، يعني يعتبر كده ايه، ايميوليشن انجن، بيهيئ مثلا للاي او اس بتاع الراوترز. يعني الراوترز شغاله، يعني اي راوترز او سويتشز بتشتغل بايه، الفيرم وير بتاعت سيسكو اللي هي انترنت اوبريتنج سيستم اي او اس. طب انت دلوقتي عندك البن، ملف البن يعني اكس مثلا دوت بن، الملف اللي هو بتحطه على الراوتر يشتغل، الفيرم وير بتاع الراوتر. فالجي ان اس اس بيهيئ لهذا الملف ان انت تحتك طبقه هاردوير خاصه مثلا براوتر، راوتر مثلا سي 7200، وبالتالي تقدر تحط الاي او اس بتاعك فوق الطبقه دي. داينامكس مين اللي بيوفر الطبقه دي؟ دي الجي ان اس، الجي ان اس 3. طب احنا يعني انا فهمتك ان الفي ام وير بيسيت اب طبقه الهايبرفايزر، بيهيئ للاوبريتنج سيستم ان اندر يو طبقة هاردوير، وكذلك داينامكس بيهيئ طبقة الاي او اس، بيقول له ان تحتك طبقة ايه، below you is a dynamics or hardware platform. يعني انا بهيئ للسوفت وير ان طبقة الهاردوير اللي تحتك دي طبقة راوتر او هاردوير راوتر. طب ده كلام جميل، ده بالنسبة مثلا للجي ان اس 3. anyway احنا يعني برضو ايه عايزين يعني يعني طبعا الكلام ده هيبان قوي في صيغة في العملي. تعالوا نتكلم الاول ازاي نسطب الـ VMware. انا دلوقتي طبعا ده سيرفر انا شغال عليه، طبعا فتحه الريموت كونكشن، اها ده انا فتحه الريموت كونكشن. طيب ده كلام جميل، انا السيرفر طبعا انا شغال عليه، اللابات بتاعتي بتاعت الـ VMware والجي ان اس 3، بس انا شلت الجي ان اس 3 والـ VMware. دلوقتي هنبدا بقى نسطبهم من اول وجديد. انا هخش على ايه بقى، نتورك فاكتوري تولز VMware ورك ستيشن 11. قبل ما تبدا ب بانك تسطب VMware ورك ستيشن 11، محتاجك انك تعمل خطوه، لان الخطوه دي هتحل معاك مشاكل كتير وانت بتسطب الجي ان اس الفي ام وير ورك ستيشن 11. تروح على ادفانسد سيستم سيتنجز، تروح على انفايرمنت فاريبلز، التمب دي، التمب دي هتعمل لها اديت وتغير الباس بتاعتها لسي تمب اها، والتمب هنا سيد كولوم تم ام سوري لا 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 دي كده باك سلاش تمب. طبعا احنا هنصلح اللي فوق دي، اها خليها كده تمام. اها تعمل الايه، تعدل الملفين دول. لا طب هم دول ايه؟ دول يعني فولدرز تمبرري فايل، يعني تمبرري فولدر بيترمي عليه الفايلات المؤقته بتاعت الفي ام وير. يعني انت بتشغل مكنه، المكنه دي بتكسكيوت فايلز، المفترض الفايلز دي بتترمي على الرام عندك. فهو طبعا الفي الجي ان اس الويندوز 8 بيبقى عنده الاكستنشن، يعني بيبقى حاطط مثلا ملف التمب في مسار معين، بس انا عايز اغير المسار ده احطه في السي، لان اوقات انا شخصيا لما باجي اسطب الفي ام وير لو انا مش محدد المسارات بتاعت التمب، التمب تي اي ام بي والتمب تي ام بي، لو انا مش محددها بيعمل مشاكل في التسطيب بالانستليشن بتاع الفي ام وير، بيقول لي مثلا سكريبتس ايرور، او انا مش قادر اتعرف على المسار بتاع التمبرري فولدر ان انا ارمي عليه الفايلات بتاعتي. في حاله ان انا مثلا بشغل حاجه مؤقته على في ام وير، بشغل حاجه على الويندوز مثلا، بشغل الويندوز اكس بي، بيرمي مثلا فايل 1 وفايل 2 في التمب، واول ما تقفل الاكس بي تلاقي الملفين دول اتمسحوا. اوكي فانيوي انا يعني الاول بس لازم تعمل الحاجه دي عشان توفر على نفسك مشكله ممكن تقابلها. طيب نبدا نشغل بقى ايه، نسيت اب في ام وير. طبعا ده الملف الفي ام وير وده السيريال بتاعه سيت اب. اها زكريستون تا 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 تا. طيب ده كلام جميل جدا، نعمله ران از ادمنستريتور. ايه بقى؟ اه دلوقتي تمام تمام قام اهو.
دايما تخلي يعني تعمل له كده رن بايه، رن از ادمنستريتور، جاب لك جات لك الرساله اللي هي جات لي، اي اكسبت التيرمز، ماشي تيبيكال، هيسطبوا لك في السي، تمام. نيكست، تشيك فور برودكت ابديتس اور ستارت اب، لا هيلب امبروف في ام وير ورك ستيشن، لا عشان طبعا ايه ما استهلكش النت عندي على الفاضي. نيكست، ديسك توب وستارت منيو بروجرام فايل فولدر، طب اوكي انا عايزه ينزل لي فعلا فايلين دول. بعدين نيكست نيكست، يعني هو تسطيبه ايه، نيكست نيكست فينش، مش قصه بالنسبه لي الفي ام وير يعني. اوكي تمام. انا طبعا ايه بعمل بوز في كل لودينج كده عشان ما استهلكش وقت من الفيديو. دلوقتي فانش، هلاقي طبعا في ام وير عندي نزل تحت اهو، افتحه وبعدين جيب هيلب انتر اللايسنس كي. بما ان احنا بقى ايه عرب ما بندفعش ثمن السوفت ويرز دي، انا جبت بقى ايه سيريال من احد المواقع يعني. كنترول في، تمام اوكي. طيب اول حاجه كده عايزك تروح على edit preference الديفولت لوكيشن ده. بصوا يا شباب، انا كل مكنه انت هتسطبها يعني، انا بصوا انا عندي مكان جاهز انا مسطبه، اوكي بي سي داش 1 ده ويندوز اكس بي، بي سي داش 2 جي ان اس 3 في ام ده مكنه لينكس، هستعملها طبعا مع الجي ان اس 3. طبعا يعني انا كل مكنه انت بتسطبها هيقول لك ارمي المكنه فين. انا طبعا الديفولت دايركتوري يعني الملف الفولدر الرئيسي اللي بيرمي فيه الفي ام وير، بيرمي فيه ملف المكن اللي انت بتسطبه هو في السي، يعني هو مفترض موجود في الدوكيومنتس فيرتشوال ماشينز، هو ده بس ده في السي، فانت هتلود على السي عندك، يعني هتلود على السي عندك. لا انا عايزك تعمل انت راجل بقى بروفيشنال بقى، عايزك تعمل فولدر اسمه في امز زي ما انا عامل كده. وخلي بالك وانت بتسطب بقى الايه المكان بتاعك، تدي كل مكنه اسم كده ايه كود محترم، يعني اسم يعني تكود الاسم بتاعك بي سي داش 1 بي سي داش 2 عشان ما تتلخبطش. وكذلك اما يعني انا استفاد من الحركه دي بكذا حاجه، بكذا نقطه، ان انا مش هعمل لود على السي عندي، دي اول حاجه. تاني حاجه اما اجي فرمت الويندوز، غيرت الويندوز اي حاجه، فالمكان عندي ما راحش. طيب ده كلام جميل. انا دلوقتي فتحت هرجع تاني للبريفرنس، فانا احدد الدايركتوري بتاعي من الفي امز، تمام. انا اوريدي كده كده محدده بس هحدده برضو قدامك تاني مره تانيه. اها اوكي تمام، انا كده حددته اوكي تمام. دي اول حاجه. طيب تعالوا بقى يعني نتكلم في بعض الحاجات كده، نطلع على فيرتشوال نتورك اديتور. فيرتشوال نتورك اديتور، طيب اوقات طبعا انت بتفتح النتورك فيرتشوال نتورك اديتور تلاقي من تحت هنا تشين سيتنجز، تدوس عليها عشان تقدر ايه تتحكم بالحاجات المفتوحه قدامك دي. طيب ايه دي؟ ايه فيرتشوال نتورك اديتور ده اولا، وايه في ام نت 0 وفي في ام نت 1 وفي ام نت 8 ده، ايه الحاجات دي كلها؟ تعالوا بقى نتكلم بمنتهى البساطه عن الحاجات دي كلها بس على الايه الوايت شيت. طيب تعالوا نشوف الحوار الفي ام نتس ده ماشي ازاي. بصوا يا شباب، انا دلوقتي عشان اوصل جهاز كمبيوتر، اوصله مثلا لو انا عندي راوتر نزلته على الجي ان اس 3 ووصلته بسويتش ووصلته بي بي سي، تمام كده. طب ده كلام جميل. انا عشان اوصل يعني تعالوا مثلا ايه اوريكم الموضوع ده هنا يعني عشان برضو الدنيا تكون ايه واضحه معاكم. انا دلوقتي مثلا هشغل الجي ان اس 3، الموضوع ده هيفهمك ايه معنى البي ام نتس اللي جوه الايه الفي ام وير. طيب دلوقتي عندي اهو بي ستارت الجي ان اس 3 في ام، طيب انا دلوقتي الجي ان اس 3 فتح عندي اهو، مثلا ده راوتر، يعني وصلت الراوتر ازاي، سطبته ازاي، انا كده كده هشرحه المحاضره الجايه. انا بس عايز يعني انا عايز اوريك دياجرام بسيط انا هعمله، تمام، فبالتالي نفهم الدنيا. دلوقتي انا عندي مثلا هنا اهو ايه، هنزل انا نزلت راوتر، دلوقتي هروح لخانه الهوست اهو، دي خانه. لو انا مثلا ايه صغرت البتاع شويه عشان يظهر في الفيو بتاعي اهو، انا دلوقتي رحت لخانه الهوست وحطيت دراج اند دروب كده اهو، تمام.
انا دلوقتي لو عايز اوصل ايه ده ايه ده، لو انا بدوست كده على الكيبل بيقول لي انت هتوصل من في ام نت 1 ولا من في ام نت 10 ولا من في ام نت 11 ولا ايه بالظبط؟ لان انا عندي طبعا في الفي ام وير انا عندي اكتر تقريبا 12 او 13 في ام نت. طيب تعالوا بقى نعرف الفي ام نتس دي، انا دلوقتي عايز اوصل هنا لو انا يعني ايه، انا هعمل مثلا في ام نت في ام وير، يعني هعمل مثلا مكنه اكس بي، والمكنه الاكس بي هربطها من جوه الفي ام وير على في ام نت مثلا 1 بالطريقه دي، ان انا مثلا لو رحت مثلا ايه، رحت كده اوبن على اي مكنه مثلا عندي، اوكي مكنه لو رحت كده مثلا في امس اهي، اوكي انا عندي مثلا دي مكنه اكس بي اهو، هي لسه هتنزل اهو اهو مكنه اكس بي. لو انا رحت المكنه اكس بي بيقول لي نتورك ادابتر، نتورك ادابتر على مين؟ بي ام نت 1. طب انا ممكن اغير الفي ام نت دي، ممكن اوصلها مثلا على في ام نت 2 في ام نت 3 على حسب ما انت ايه مكاريت اهو، انا مثلا مكاريت حتى في ام نت 13. اوكي طيب ايه بقى معنى يعني انا المكنه دي وصلتها بفي ام نت 1 وبروح على الجي ان اس 3 بقول له اربط في ام نت 1 بالراوتر ده، يبقى اذا اصبح المكنه دي مربوطه بالايه؟ بالراوتر. طب ده كلام جميل. انا هنا بقى عايز اعرفك الحالات بتاعه الفي ام نتس، الحالات بتاعه الايه الفي ام نتس دي ماشيه ازاي. اولا بي ام نت دي اختصار ل فيرتشوال مش فيرتشوال ماشين نتورك، تمام، فيرتشوال ماشين نتورك. اوكي طيب هي عباره عن سويتش، بس خلي بالكو الفي اي في ام نت ليها ايه، ليها ثلاث حالات، ليها ثلاث حالات. اما تكون الفي ام نت في حاله هوست اونلي، واما تكون في حاله النات، واما تكون في حاله البريدجز. طيب ايه الفرق ما بين الثلاث حالات؟ لو انا رحت مثلا هنا اهو، يعني انا مثلا عندي في ميت واحد، اما اخلي الفي ميت انفورميشن ممكن اخليها بريدجز او ممكن اخليها نات او ممكن اخليها هوست اونلي. طيب ايه الفرق ما بين اني انا لو عملتها هوست اونلي مثلا معناها ايه؟ هوست او تعالوا مثلا نبدا بالبريدجد. بريدجد يعني انا دلوقتي الفي ام نت دي يا شباب عباره من الاخر كده يعني عن سويتش، عباره عن سويتش. طيب اما جهاز جوه الفي ام وير اوصله، لو انا جهاز عندي في ام وير وصلته في ام نت 1 وخليت في ام نت 1 دي بريدج، تمام، فانا يعني انا عملت الايه من الفيرتشوال نتورك اديتور اهو، خليت في ام نت 1 مثلا دي بريدجد، تمام كده، ورحت وصلت جهاز جوه الفي ام وير على في ام نت 1، فمعناها ان انا الجهاز ده تمام دلوقتي ايه، ده السويتش بتاع ايه، السويتش ده الفي ام نت، ده الايه الفي ام نت. اما يكون بريدجد يعني الفي ام نت 1 دي كانها اللي هو السويتش ده متصل بالراوتر الاي دي اس ال عندك، راوتر الايه الاي دي اس ال عندك. هل راوتر الاي دي اس ال عندك مش بيوزع هو اي بي هات؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال لو انا رحت مثلا هنا الران كتبت هنا اي بي كونفج، انا الاي بي بتاع كارت الوايرلس عندي كام؟ كارت الوايرلس عندي 192.168.1.192 اهو، نعمل مارك اهو 192.168.1.100، تمام كده. انا واخد الاي بي ده من مين؟ انا واخد الاي بي ده من راوتر الاي دي اس ال اللي عندي. طيب اذا كان الجهاز بتاعك متوصل براوتر اي دي اس ال عندك، يعني هو يعتبر كانه متوصل في الشبكه بتاعتك، موجود متصل في الشبكه اللي انت متصل عليها، تمام كده. فمثلا الشبكه بتاعتك لو عنوان النتورك اي بي نتورك 192.168.1.0/24، الراوتر هنا مثلا واخد دوت 1، الجهاز بتاعك مثلا الهوست اللي هو الجهاز الفيزيكال بتاعك اللي هو عليه مثلا 8.1 واخد مثلا 1.5. لو انت مثلا وصلت خليت في ميت 1 بريدجد فبقى اصبح كسويتش، ووصلت في ام في امايا فيرتشوال ماشين زي مكنه الاكس بي وصلتها بي ام نت 1، فاصبح المكنه دي لما تيجي تاخد اي بي هتاخد اي بي من الراوتر ده، فهتاخد مثلا اي بي 192.168.1.6، تمام كده. اصبح من الاخر البريدجد كانه بيحط المكنه بتاعتك جوه النتورك بتاعتك، جوه النتورك بتاعتك بتاخد اي بي من النتورك بتاعتك. طيب ده كلام جميل جدا. النات يبقى النات بقى ايه قصته؟ النات قصته ان انا دلوقتي برضو الفي ام نت عامله زي ايه سويتش، وادي الفي ام مايا اللي انا ربطتها على في ام نت 1 وانا في ام نت 1 خليتها ناتنج. اصبح بقى ايه السويتش ده كانه متصل على راوتر. خلي بالكوا هنا بقى، هنا البي ام وير لما تيجي تكاري في ام نت بيديها بول اللي سبنت ادرس اللي هو بما يوازي نتورك اي بي 192.168.200.206.0، تمام كده. طيب ده كلام جميل. بيصبح السويتش ده في ام نت 1 ويصبح عنوان الراوتر هنا 192.168.206.200
206.0 على سلاش 4. لا هنا بقى ايه نقول برضو نمسح بس كده اهو عنوان النتورك لو انا خليتها ناتنج حسب السبنت قدامي. السبنت قدامي في نت طبعا الفي ام وير بيختار السبنت ادريس دي ايه اوتوماتيك يعني بيختاره راندوم من الاخر تمام. بس انت ممكن تغيره. انا هنا عنوان النتورك 192.168.1.206 سلاش 24. فالراوتر هنا واخد دوت واحد اوكي. يعني هو بيمثل لك فيرتشوالي ان انا دلوقتي عندي الفي ام نت 1 طالما نات كانها متوصله على راوتر الناحيه دي 206. انا مش عارف انا ليه هنا في ال انا كاتب الاي بي هنا غلط. المفروض 206.0 مش 1.206 تمام. هنا 206.0 سلاش 24. فالراوتر هنا واخد بوينت 1 تمام كده. طب الناحيه الثانيه الراوتر عندك متصل براوتر الاي دي اس ال. راوتر الايه الاي دي اس ال. طيب ده كلام جميل. عنوان الراوتر في النتورك دي ايه؟ عنوان الراوتر في النتورك دي هو عنوان الجهاز الهوست بتاعك. بصوا يا شباب انا عايزك تفرق ما بين الفي ام والهوست. هوست يعني انا كاني بكلمك عن الجهاز بتاعك اللي انت مسطب عليه في ام وير. يعني الجهاز بتاعك اللي انت مسطب عليه في ام وير اكيد انت موصله على الانترنت واكيد هو واخد اي بي من الراوتر تمام كده. فانا مثلا بفرض الجهاز بتاعك مثلا واخد اي بي 192.168.1.6 فيصبح هنا الاي بي بتاعه 192.168.1.6 فين؟ هنا. يبقى الراوتر ده كده ليه اي بي هين 192.168.206.1 في الناحيه دي وليه اي بي 192.168.1.6/24 في الناحيه دي. طيب دي وضعيه النت. انا هستفاد من ايه يا باشمهندس من كل الكلام ده؟ من الاخر الجهاز اللي انت هتوصله على في ام نت 1. واذا كان في ام نت 1 معمول على وضعيه الناتنج فاللي هيحصل ان الجهاز ده يقدر يخرج على الانترنت. ازاي؟ ان الجهاز ده لما يجي يخرج للراوتر ده راوتر وهمي تمام كده الراوتر هيغير السورس اي بي من 192.168.206 بفرض الجهاز بتاعك مثلا خد اي بي مثلا دوت 10 فهيغير السورس اي بي الباكت اللي جايه من الجهاز السورس اي بي من 206.10 هيغيرها وكانها طالعه من 192.168.1.6 يعني وكان الباكت طالعه من الهوست بتاعك للراوتر الاي دي اس ال عندك تمام. فبالتالي وضعيه النت بيتيح ليا ان الجهاز يقدر يطلع ايه للانترنت يقدر يطلع للايه للانترنت ثرو التكنولوجي او الميكانيزم اللي انت شايفه قصادك ده. طيب الهوست اونلي كانه سويتش تمام كده وانا وصلته بجهاز يعني مكنه اوكي ووصل براوتر. الراوتر ده مثلا برضو 192 انا عنوان النتورك 192.168.206 اهو 206.0/24 فالراوتر هنا واخد بوينت 1 مثلا الجهاز هنا مثلا واخد اي بي بوينت 50 اوكي. الهوست قول لي كانها برايفت نتورك انا هل موصل انا في الحالتين اللي فاتوا يا شباب في البريدجت والنات وصلت الايه الفي ام نت او السويتش بتاع الفي ام نت وصلته على اي دي اس ان راوتر في الحاله بتاعت البريدجت الحاله بتاعت النات وصلته على اي دي اس ان راوتر كده كده بس وصلته ثرو فيرتشوال ديفولت جيت واي ولكن هنا انا مش موصل اي حاجه باي حاجه انا عملت النتورك دي داخليه برايفت نتورك برايفت انا قطعها عن الوصول الى الايه الانترنت. دول الثلاث حالات البريدجت والنات والهوست اونلي. طيب الملخص من الاخر لو انا خليت جهاز متصل على في ام نت وكانت الفي ام نت دي في حاله البريدجت فالجهاز هياخد اي بي من الفيزيكال نتورك اللي انا موجود عليها. طيب لو انا خليتها نات فالجهاز هياخد اي بي من البول بتاعه الفي ام نت ولكن هيقدر يطلع على الانترنت ثرو الناتنج. احنا اتكلمنا النت ده في المحاضره بتاعه الاي بي ادريسنج المحاضره رقم 7 اللي انا الراوتر بيغير اي باكت خارجه من سورس اي بي مثلا هي الباكت خارجه من سورس اي بي 192.168.206.1 الراوتر هيحولها ل 192.168.1.6 دي عمليه التحويله اللي هي النتورك ادريس ترانسليشن تمام كده. طيب ده كلام جميل ده النت. اما الهوست اونلي لا الفيرتشوال نت الفيرتشوال ماشين نتورك دي مش متصله باي اي دي اس ال راوتر مش متصل باي راوتر داخلي فانا كاني كريت نتورك برايفت. طيب ده كلام جميل جدا. في ملحوظه بقى عايزين نقول عليها ان انا ممكن انت لو ملاحظ هنا الكولوم بتاع دي اتش سي بي الدي اتش سي بي هنا في ام نت 1 مكتوب عليها دي اتش سي بي انيبل دي معناها ايه؟ معناها من الاخر ان انا دلوقتي ودي على فكره الحاله دي بتسري على النت والهوست اونلي الدي اتش سي بي دي اللي انا من الاخر وصلت دي اتش سي بي سيرفر بالسويتش
يعني انا خليته هوست اونلي وفعلت خاصيه الدي اتش سي بي، فانا دلوقتي عندي جهاز، عندي دي اتش سي بي سيرفر بيوزع اي بيهات، يعني اي جهاز جوه الفي ام نت 1 هياخد اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر. وخلي بالكم ان الدي اتش سي بي سيرفر بيبدا بالتوزيعه من 128، يعني 192 168 206 228. لو انت رحتوا كده، انا مثلا رحت على دي اتش سي بي سيتنجز، هلا ان هو بيبدا توزيعه من 128. انت طبعا ممكن تغير، ممكن تغير يبدا مثلا من اول واحد، يبدا من اول 10 اني anyway. يعني اول جهاز هيتوصل على في ام نت 1 برشا ماشي، يتوصل على في ام نت 1 وهي معموله هوست اونلي وبفعل خاصيه الدي اتش سي بي، فدي اتش سي بي هيديله من البول بتاعه الفي ام نت 1. طيب انا طبعا بفضل ان انا بقول لك يعني ان انت تلغي حوار الدي اتش سي بي على الفي ام نت. ليه يا شباب؟ هقول لكم بمنتهى البساطه. انا دلوقتي عندي راوتر على الجي ان اس 3 اوكي، وانا وصلته بي سويتش جوه الجي ان اس 3، والسويتش ده واصل على مثلا جهاز او سيرفر، الجهاز ده متصل على في ام نت، في ام نت 1 تمام. والفي ام نت 1 دي في وضعيه الهوست اونلي. وضعيه الهوست اونلي معناها ايه؟ يعني انا عندي السويتش متوصل عليه السيرفر تمام كده. بما اني وصلت الراوتر على في ام نت 1، ما هو اهو الجي ان اس 3 بيطلب مني، بيقول لي ايه؟ بصوا يا شباب اهو ديليت، انا عايز اعمل الكيبل مره ثانيه. انا جيت هوصل من فاست ايثرنت 0.0 على الراوتر، اوصله هوب بايه؟ انت عايز توصل بمين؟ عايز توصل بفي ام نت 1 تمام كده. اول ما عملت الطريقه دي، ها استنى 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 اهو بيلود كده، وصلت على في ام نت 1، وصلت الراوتر على في ام نت 1. معناها ايه؟ معناها ان انا مسكت الراوتر، انا دلوقتي عندي السيرفر اهو، مسكت الراوتر ووصلته برضو على السويتش بتاع الفي ام نت 1. مسكت الراوتر بتاع الجي ان اس 3 وصلته على مين؟ وصلته على السويتش. يبقى انا دلوقتي عندي الجهاز السيرفر موصله على في ام نت 1 اهو تمام. ما هو عشان كده قلت لك في ام نت 1 ده عباره عن سويتش، وكذلك الجي ان اس 3 راوتر موصله برضو على الايه؟ السويتش، على الفي ام نت 1. يعني انا كاني وصلت الراوتر بتاعي على ايه؟ الجهاز ده. هل انا دلوقتي اديت راوتر اي بي واديت للجهاز ده اي بي في نفس السبنت هيعرف يعملوا كونكشن مع بعض؟ عملت بينج من الجهاز بينج على الراوتر ده؟ الاجابه اه، لان هم يعتبروا كده في نفس اللان. طب ده كلام جميل جدا. انا ليه بقى عايز اقفل الدي اتش سي بي سيرفر ده الفي ام، الفي ام تمام كده. وانا دلوقتي لو انا خليت في ام نت 1 شغلت فيها خاصيه الفي الدي اتش سي بي، فانا كاني كده وصلت السويتش بتاع الفي ام نت 1، الفي ام نت 1 وصلته بايه؟ بدي اتش سي بي سيرفر. دلوقتي الدي اتش سي بي سيرفر بيوزع في بول كام؟ 192 168 206 دوت 0/24. طب انا الراوتر ده النتورك دي انت مثلا بفرض عايز تخليها على 10.0.0.0/24، وعايز الراوتر هو اللي يوزع، وعايز الراوتر ايه؟ هو اللي يوزع الاي بي هات، هو اللي يوزع اي بي هات ليه؟ مثلا للفي ام 100 دي، فيصبح قصاد، يعني انت هتعمل دي اتش سي بي على الراوتر، هتعمل دي اتش بي سيرفيس على الراوتر، هيصبح قصاد الجهاز ده كام دي اتش سي بي سيرفر؟ هيصبح قدامه اتنين، واحد بيوزع له في بول 10.0.0.0، واحد بيوزع له في بول 192.168.206.0، فكده هيعمل كومبلكت. طب هياخد اي بي من مين؟ المفروض هياخد من هو طبعا عشان ياخد دي اتش بي اي بي بيعمل ايه؟ بيبعت دي اتش بي ديسكفر برودكاست، يعني بتطلع الراوتر ده وبيطلع دي اتش بي سيرفر. اللي هيرد الاول هو اللي هيدي للجهاز ده اي بي، واغلب الحالات الدي اتش سي بي سيرفر بتاع الفي ام وير هو اللي بيرد. فتلاقي الجهاز بتاعك انت موصله على نتورك 10.0.0.0/24، وتلاقي الراوتر بتاعك هو دي اتش بي سيرفر، المفروض الجهاز مثلا ياخد اي بي مثلا دوت 10 10.0.10، تقوم هوب كده تلاقي ايه؟ واخد اي بي 192.168.206.10 او 129، يعني واخد اي بي في سبنت مختلفه خالص على اللي انت مخليها له في الجي ان اس 3. ليه؟ لانك نسيت تقفل الدي اتش سي بي على الفي ام نت. معنى اني اروح كده، معنى اني اروح كده اهو فيرتشو ماشين اديتور، معنى اني اروح كده واقفل يوز لوكال دي اتش بي، اقفلها كده كاني عملت ايه؟ كده كاني قطعت الكيبل اللي رايح من دي اتش سي بي سيرفر الفي ام وير دي اتش سي بي سيرفر للسويتش بتاع الفي ام نت. فبالتالي الجهاز ده لو عايز ياخد اي بي ما قداموش الا مين؟ الا الراوتر بس. فكده ضمنت اللي هو ياخد اي بي من الراوتر ولا لا؟ انا كده ضمنت اللي هو ياخد اي بي من ايه؟ من الراوتر. طيب ده كلام جميل جدا. طيب انا دلوقتي ارجح ان انت مثلا تكريت لك في حدود 13 في ام نت، 13 في ام نت. طيب هنكريت، وال 13 في ام نت دول هنخليهم يا باشمهندس هوست اونلي ولا بريدجد ولا ايه؟ لا، انت هتخلي 13 كلهم هوست اونلي، كلهم هوست اونلي
تمام كده. طيب طب ليه ما عملهمش بريدجت؟ لا انت تعملهم بريدجت ليه؟ ما هو بريدجت ده هيكون في نفس الفيزيكال نتورك اللي انت فيها، انت عايز تكريت نتوركس داخليه، نتورك داخليه بوسط راوترات وسويتشات سيسكو على الجي ان اس 3، انت عايز تعمل حاجه خاصه بيك، انت عايز تعمل حاجه برايفت منعزله عن النتورك الايه الفيزيكال بتاعتك. طب ده كلام جميل جدا. بالتالي انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هروح للسيرفر بتاعي دلوقتي، هبدا اعمل بقى ايه. طبعا الفيم 8 باي ديفولت معمول على النت، اوكي، فانا هقفل برده الدي اتش تي بي بتاعه وانا عايز اخليه هوست اونلي، انقله كده اهو كده هوست اونلي. تمام اوكي. نبدا نكاريت بقى ايه، اكاريت فيم نت ازاي؟ اهو اد نتورك تدوس عليها، اد نتورك تدوس عليها، سيلكت نتورك تو اد فيم نت 2، اوكي تمام. طبعا الوضعيات الديفولت بيكاريت بيكاريت على طول في الهوست اونلي بس الدي اتش تي بي انيبلد، فانت تقفل بس الدي اتش تي بي. اوكي نبدا نعمل بقى فيم نت 3 اهو، انا عايز اكريت لي مثلا في حدود 10 لحد 13 في ام نت. طبعا انا عايزك تعمل الكلام ده كله ضيف الفي ام نتس قبل ما تسطب الفي ام وير، عشان قبل ما تسطب الجي ان اس 3، عشان كده انا عملت حلقه الفي ام وير قبل الجي ان اس 3. يعني ما ينفعش تضيف في ام نت بعد ما تسطب، بعد يعني سطبت جي ان اس 3 جيت ضفت في ام نت 4 هتلاقي في ام نت 4 مش هتكونكت على جي ان اس 3، هتحتاج تسطب جي ان اس 3 مره ثانيه. فانا سطب الفي ام نتس بتاعتك كلها مره واحده وبعدين سطب الجي ان اس 3. دلوقتي بشيل الدي اتش سي بي اهو، في ام نت 6 تمام. اوكي دي ال دي اتش سي بي سيرفر، نشيل برضو دي اها. تمام نشيل ده برضو دي اها. تمام 12 تمام اوكي اها اه كده كفايه جدا كده كفايه اها تمام. فاروح ادوس ابلاي. بصوا بصوا يا شباب، دي غلطه بقى ايه، دي ممكن غلطه ايه بتظهر، بيقول لك ايه في ام نت 4 ام بي ام نت 9 هات ذا سيم سب نت اي بي. خلي بالكم الفي ام نت الفي ام وير بيدي البولز دي يعني بيعملها راندوم، فقد تكون تلاقي في ام نت 4 وفي ام نت 9 مثلا قد تكون اكتر من في ام نت واخدين نفس الاي بي السب نت اي بي، فده يعمل كومبلكت. تمام فالحل دلوقتي عندي ايه، بيقول لي في ام نت 9 وفي ام نت 4 واخدين نفس الاي بي، هنا واخد 72 هتلاقي في ام نت 4 واخد اكيد برده 72 هنا. الحل هتعمل ايه، هتغير دي مثلا 72 دي هتغيرها مثلا لكام، 73 73 اوكي دوس ابلاي كده فكيت الاشتباك ما بين في ام نت 4 وفي ام نت 9. ونستنى بقى لحد ما ايه كونفيجر الفي ام نتس دي. دلوقتي بقى بيدي لها اي بي اللي بيأساين الايبيات بتاعتها وبيأبلاي بقى بيسيب الكونفيجريشن بتاعتها. وصل لحد في ام نت 10 اهو. في ام نت 11 12 13 هتقول لي طب يا باشمهندس اوكي يبقى هل كده كل الكروت بتاعتي هخليها هوست اونلي؟ الاجابه اه، في ما عدا كارت واحد بس هتخليه بريدجت، اللي هو مين؟ اللي هو في ام نت 0، هو اوريدي باي ديفولت معمول بريدجت، بس انا عايزك تعمل له بريدجت 2 هو اوتوماتيك. يعني هو يعني ايه، انا عايزك تعمل بريدجت 2 اوتوماتيك، يعني هيختار الكارت اللي ايه المتصل عندك باي فيزيكال نتورك ويدي من البول بتاعتها. فانا عندي طبعا كروت لوب باك وكذا كارت، فاوقات مثلا اللوب باك مثلا بياخد السبنت بتاعته 192 128 137. طب لا طب انا مش عايزه اساسا ياخد الاي بي، انا مش عايزه ياخد من البول دي، انا عايز ياخد من الفيزيكال نتورك بتاعتي. فمين مين الكارت عندي اللي واصل فعلا بالفيزيكال نتورك اللي عندي؟ المفترض الكارت الايثرنت ده اللي هو الريل تك بي سي اي اكسبريس فاميلي كنترولر، ده الكارت ده اللي مواصل عندي بالراوتر عندي او بالفيزيكال نتورك بتاعتي. فانا هعمل في ام نت 0 واخليها بريدجد مع الريل تك ده، كده هتاكد ان اي مكنه اخليها بريدجد او اوصلها بي ام نت 0 كده اتاكدت خلاص ان هي هتاخد اي بي من الايه الفيزيكال سب نت بتاعتي. انا كده خلاص عملت القصه بتاعت الايه الفي
الفي ام وير، الفي ام وير نتورك كونفيجريشن. طب تعال اعلمك ازاي تسطب مكنه. احنا هنسطب مثلا مكنه ايه، هنسطب مكنه اكس بي، هعمل نيو فيرتشوال ماشين. تيبيكال تيبيكال يعني انا كاني رحت لجهاز محل كمبيوتر وقلت له انا عايز كيسه العب عليها بيس 2016، فراح قال لك اتفضل خد الكيسه بتاعتك اهي. لكن كاستم لا، انت بتحدد في الكاستم الايه، بتحدد الرامه، بتحدد البروسيسور، بتحدد الفيزيكال كومبوننتس او الفيرتشوال فيزيكال كومبوننتس اللي في الايه، في المكان اللي انت هتسطبها. فانا دي كاستم، هروح على كاستم. الكومباتيبلتي لو خليت الكومباتيبلتي على في ام وير 10 يبقى المكنه دي هتشتغل على في ام وير 10 وهتشتغل على في ام وير 11 تمام، لكن مش هتشتغل على 9 تمام كده. طب انا عايز اخليها على في ام وير 11، يعني ما تشتغلش على في ام وير 11 بس تمام. طيب روح هنا هتحدد الايزو اللي انت هتسطب منها الويندوز بتاعك. انا عايز اسطب ويندوز اكس بي، فانت مفترض تروح انستولر ديسك ايمج. لا انا مش عايز اعمل الكلام ده، مش عايز احددها، هعمل اي ويل انستول ذا اوبريتنج سيستم ليتر. طيب مايكروسوفت ويندوز تمام اكس بي اديشن. انت ممكن تحدد بقى، ممكن بالفيرجن ده انت طبعا هتلاقي يعني هتلاقي عندك لحد ايه، لحد مثلا ويندوز 10 اوكي. بس طبعا هي مش ظاهره لكم في الفيو اوكي، بس يعني اهي ممكن هتلاقي حد ويندوز 10. انا عايز ويندوز اكس بي، ويندوز اكس بي باستي اديشن اوكي تمام. نيكست. بصوا يا شباب هنا بقى، ده فايده اللي انا خليتك تحط البريفرنس، تعمل الدايركتوري دايما الديفولت على الايه الفي امز. دلوقتي بقى خلاص هو دلوقتي عارف ان اي مكنه انت هتسطبها هيرميها في الفولدر ده. طبعا اهميه الفولدر ده عندك اللي انت يخف لك الحمل على السي، لان باي ديفولت الفي مور بيرمي المكن كله عندك على السي، فهيعمل لك لود على السي. حاجه تانية ان انت لو هتحتاج سطب ويندوز من اول وجديد، فطبعا انت بما ان المكن كله عسى هيتمسح، لا انت دلوقتي حاطه بارتيشن مستقل. طبعا انا هدي مثلا ده بي سي مثلا داش 3 مثلا، انا عندي بي سي داش 1 بي سي داش 2 اوكي تمام. البروسيسور انا مثلا ادي له 1 بروسيسور 2 بروسيسور بير كور 2 كور نمبر اوف كور اوف يعني 2 كور بير بروسيسور، يعني انا كده دلوقتي عندي 1 بروسيسور كل بروسيسور عباره عن كور واحده تمام. طيب انا هخليه كده، ممكن مثلا انا ممكن اعمل كده يعني اهي. الافضل بيكون نمبر ده بالنسبه للاكس الاكس بي، يعني ده افضل يعني افضل اعدادات انا عملتها بالنسبه للبروسيسور بالنسبه للويندوز اكس بي هي دي، بتخلي الويندوز طالقه معاك. نيكست. الرامه بتاعته اخليها 512 اوكي. على فكره انت ممكن تشغل المكنه الاكس بي على 256 اوكي، يعني وتشتغل معاك بسرعه كويسه يعني. بس انا هخليها على 1024 لان انا هسطب الايه المكنه، فانا عايز اشتغل بسعه رامات عاليه شويه عشان الانستوليشن بتاع ويندوز اكس بي ياخد فتره ايه اقل معايا، وبعد كده هبقى اعمل له ادجستمنت واقلل الرامات بتاعته. طيب هنا بقى النتورك كونكشن، هل هتعمل بريدج؟ لو انت جيت عملت يوز بريدج نتورك تمام كده، دوست هنا، يعني انت كانك وصلت المكنه دي على فين نت زيرو. طب وفين نت زيرو دي مش كانت بريدج على كارت الشبكه بتاعي؟ يبقى كده المكنه دي لو انا عملتها على يوز بريدج نتوركينج يعني معناها ان انا وصلتها في من زيرو. بما ان في من زيرو واصله على الفيزيكال نتورك بتاعتي، يبقى المكنه دي هتاخد اي بي من الفيزيكال نتورك بتاعتي. طيب لو جيت عملت يوز نتورك ادرس ترانسليشن، يعني وجيت خليت المكنه دي على وضعيه النت، يعني انا كاني وصلتها بفي ام نت 8 طيب اللي هي كانت نت. عشان كده لو انتوا لاحظتوا ان انا ما لقيتش باي ديفولت على الفي ام وير الا في ام نت 0 وفي ام نت 8 وفي ام نت 1. في ام نت 8 لو انا عملتها بريدج يعني كاني وصلتها في ام نت 0. طب في ام نت 8 يعني انا كاني عملتها نت نت، يعني انا كاني وصلتها في ام نت 8. طب يوز هوست تقول لي يعني انا كاني وصلت المكنه دي على في ام نت 1. طب افرض المكنه دي انت عايز توصلها على في ام نت 2 في ام نت 3 في ام نت 4. لا انا بقى انا ساعتها هعمل لك دونت يوز ا نتورك كونكشن. انا المفروض عايز اوصلها على مين؟ انا مثلا عايز اوصلها يا سيدي مثلا انا عايز اوصلها على ايه في ام نت 1. يبقى هتقول لي يا باشمهندس خلاص اعمل يوز هوست اونلي نتورك. بس افرض انت كواحد انت مثلا عندك لاب عايز توصل تعمل مكنه وتدخلها على في ام نت 3 اوكي، فانت مش هتلاقي قايمه بتقول لك اختار الفي ام نتس تمام. فانت اعمل دونت يوز ا نتورك كونكشن دلوقتي يعني اوكي دلوقتي تمام سكازي اوكي كرييت نيو فيرتشوال ديسك. دلوقتي الهارد مثلا هديله 40 جيجا هارد، هو مش هيقطع 40 جيجا من الهارد الا مش هيقطع الا لو انت عملت allocate all disk space now. allocate all disk space now يعني انا قطعت 40 جيجا من الهارد. طب انا لا انا لو انا عملت disselect عليها يعني زي ما هي سبتها زي ما هي فاضيه كده، يبقى هو بيعتمد على الدايناميكلي يوتيلايزيشن. يعني هو مثلا خد 10 جيجا ياخد 10 جيجا من الهارد، خد 15 ياخد 15، خد 512 ميجا بايت هياخد 512 ميجا بايت. فده طبعا الاختيار الامثل عشان تحافظ على استهلاك بمعدل باقل نسبه من معدلات الهارد بتاعك. بعدين اخليها طبعا split virtual disk into multiple files اوكي تمام. طبعا انا ممكن اخلي الفيرتشوال ديسك اللي هو ايه الهارد اللي انا كريته ممكن يعمله على كذا على multiple files. يعني ايه multiple files؟ يعني
انا اهو مثلا دي مكنه، بصوا ادي الفي ام دي كي الفيرتشوال ماشين ديسك، انا دلوقتي عامله على مالتيبل فايلز، هو ممكن يجمعه لك في فايل واحد بس، هو ممكن يجمعه لك في فايل واحد بس، تمام. الافضل ايه؟ لا الافضل يعني الاسرع اللي انت تعمله از سنجل فايل، لكن انا بفضل ان انا يعني اعمله بقى ديفولت، اخليه على المالتيبل الايه المالتيبل فايلز، لانه يعني لو انت عملته سنجل فايل وجيت نقلت المكنه او كبيرتها او اب بيعمل معاك مشاكل، لكن لو مالتيبل فايلز لا ما بتعملش مشاكل، تمام. تكست نيكست، تمام اهو دي الفيو، الفيو بتاعه الكونفيجريشن، تمام كده. انا دلوقتي خلي بالكو النتورك ادابتر نون، لان انا عملت دونت يوز النتورك كونكشن. الحل بقى انا دلوقتي هعمل شويه حاجات بقى اهو. بصوا بقى يا شباب، انا دلوقتي اولا ما حددتش الايزو بتاعت الايه الويندوز، هحددها بقى من هنا يوز ايزو ايمج فايل، تمام. ادي الويندوز بتاعي، وبعدين انا عايز اضيف كارت شبكه. خلي بالك انا ما عنديش كارت شبكه اي نتورك ادابتر، هنا هعمل اد نتورك ادابتر. اها القايمه دي ما كانتش ظاهره لك، فعشان كده قلت لك اعمل دونت يوز، وبعد كده ضيف، بعدين ضيف الكارت الشبكه بتاعك بقى من جوه. انا عايز اوريها على اوديها على كام بي نت 1، دلوقتي ظهرت لك اما دوست اد ونتورك ادابتر ظهرت لك اهي، اللي هو صولي يعني كاني وصلتها على في نت 1، النت كاني وصلتها على في نت 8، مراجعه اهي بريدجت يعني كاني وصلتها على في نت 0، تمام. طب انا ممكن استغنى على الثري اوبشنز دي، ان انا لو عايز اخلي المكنه مثلا بريدجت انا ممكن، يا سلام انا ممكن اروح لفي نت 0 اخليها بريدجت. طب لو انا عايز اخليها نت، يا سلام مش مشكله اخليها على في نت 8، تمام. بس خلي بالك تروح على فيرتشوال ماشين نت فيرتشوال الفيرتشوال نتورك اديتور وتخلي في نت 8 نت، اوكي، لان انا خلي بالكم انا غيرتها من نت لهوست اونلي. طيب لو انا عايز اخليها هوست اونلي اخليها على في نت 1، يا سلام مش قصه يعني. طيب انا اخليها على في نت 1، تمام. فينش اها قاعدين فينش، ومبروك المكنه نزلت عندك. طيب ده كلام جميل، هنبدا بقى ايه نباور اون دلوقتي بقى ايه، مع ان المفروض دي انا معلمها لكش انت ازاي تسطب ويندوز اكس بي، انت راجل مهندس شبكات المفروض تكون عارف ازاي تسطب ويندوز اكس بي، بس ايه يعني ايه هندي شويه حاجات عليها كده برضو فور فان يعني. او دلوقتي اهو نجيب بقى ايه كرييت دوس سي، تمام كده بحدد مثلا مساحه السي بتاعتي، انا مثلا ممكن اديها مثلا 20 جيجا، نملوك 20 جيجا. طبعا لو انت دوست بالماوس جوه الشاشه عايز تطلع دوس كنترول الت كده طلعت بره، عايز تخش دوس جوه، تمام. ادي 20000 يعني 20 جيجا، اوكي تمام. وهنا مثلا بورتيشن ده اوكي خليه زي ما هو كده كده، كريت الايه الدنيا بتاعتي الحمد لله. اروح اسطب بقى على السي، ادوس عليه انتر، بعدين اعمله على ال تي اف اس كويك، وهو دلوقتي بيعمل بيفرمط، طبعا انا كده كده اساسا ما فرمطها. ودلوقتي اهو بدا يرمي بقى الايه، هيبدا يرمي ملفات الويندوز اهو، اهو كوبينج اهو. قرب اهو طبعا، بصوا بقى تلاقيه ماشي سريع جدا بقى. انا زي ما قلت لكم افضل حاجه يعني انا اخليه 2 بروسيسور وتلاقي 1 كور، لو انت جيت عملته 2 و2 مثلا او 1 و1 هتلاقي الدنيا، او حتى 1 بروسيسور و2 كور هتلاقي الدنيا بطيئه شويه يعني. دي افضل حاجه انا لقيتها مثلا ويندوز اكس بي في الكونفيجريشن بتاعت الهاردوير بتاعته. اهو دلوقتي خلاص بيراستر اهو، طبعا هندوس عشان دي مضايقاني، دي ريمايند مي ليتر، ده بخصوص الفي ام وير تولز، هنتكلم على الفي ام وير تولز دي بعد ما نخلص تصريب المكنه. اهو بدا بقى ايه نسطب المكنه بتاعتي، ممكن اعمل كده كده دخلت كاني دخلت كده على الفول سكرين. طيب هو كده بدا بقى ايه خش في مرحله التسطيب الويندوز النهائي بقى. دلوقتي بقى ايه جات لي اهو الويندو دي، تمام. اجيب مثلا نيكست الاسم، انا مثلا هدي الاسم هنا بي سي داش
3 مثلا نيكست. اوكي كمبيوتر نيم بي سي داش 3، ده اسم الكمبيوتر نيم، ده اسم الجهاز جوه الشبكه. تمام نيكست. طبعا انت ممكن تعمل له ادمنستريتور باسورد، هنا بقى التايم زون خليه كايرو. اوكي تمام ونيكست. بس كده كده يعتبر انت خلصت تسطيب الاكس بي، يعني مش فيش حاجه تانية مفترض تظهر على ما اعتقد يعني. طيب هنا بقى نعمل نو دو يو وانت ذيس كمبيوتر تو بي ممبر اوف دومين. لا انا مش عايز ادخلها على الدومين دلوقتي، اخليها على ورك جروب. اسمي الورك جروب دي كده مثلا اهي ديباجز. اوكي الفرق بين الدومين والورك جروب، الورك جروب بحط فيه يعني اجهزه تمام، وتقدر الاجهزه دي تشير الريسورسز مع بعضها، يعني اقدر اشير بارتيشن من جهاز لجهاز الكلام ده كله، ولكن مفيش جهاز يقدر من الورك جروب يتحكم بالاجهزه اللي في الورك جروب. لكن الدومين نفس الكونسبت الورك جروب، ولكن بيشيل عدد اجهزه اعلى بكتير جدا، انت ممكن تشيل الافات ممبرز في الدومين، وكذلك بيكون في جهاز يقدر يتحكم بالاجهزه دي كلها. ده الفرق ما بين الدومين والورك جروب. نيكست. هو لسه بقى ايه هيكمل. طيب انا دلوقتي كده خلص اهو التسطيب تمام اوكي. بليز ويت. خلاص هنويت يا عم. تمام دوس بقى هنا نيكست. فيوز ده نقفله. سكيب. نوت نو نوت ذيس تايم. البي سي نيم ممكن اكتبه احمد. تمام فنش. And welcome to your first virtual machine on VMware. خلاص يا جماعه سطبنا اول مكنه، سطبنا اول مكنه في الفي ام وير. فاضل بقى ايه خطوة بسيطة هنعملها عشان بقى ايه نسهل الامور علينا شوية. نجي نروح بروبرتيز. اوكي ديسكتوب كاستمايز ديسكتوب ماي دوكيومنتس ماي كمبيوتر ماي بليسز نتورك بليسز ابلاي. اوكي تمام. هنا بقى ايه عايزين نعمل بقى حاجه انستول في ام وير تولز. انستول في ام وير تولز بمنتهى البساطه بلجن كده على الفي ام وير يقدر يخليك مثلا لو انت عايز تكابير فايل تحط مثلا البيوتي تحطه مثلا في الويندوز عندك. اوكي الفي ام وير تولز هيتيح لك ان انت تدوس كده كليك يمين عليه كوبي كليك يمين كليك يمين جوه في الفي ام وير بيست، وهيحسن لك اداء الماوس عندك، يعني هيحسن لك اداء الريزوليوشن وهيسرع لك المكنه. طبعا الفي ام وير تولز ده مهم جدا جدا اهو. هتشوفوا بقى اللي هيحصل بقى، تلاقي هوب يوم الديسك توب بقى ستريتش كله، يعني بي بي بيملا شاشه اللاب عندك كلها وبافضل ريزوليوشن تشوفه. بلجن مهم جدا جدا جوه الفي ام وير.
انستول اهو يو اس بي ماوس، بي اس 2 ماوس، فيديو درايفر، عملك بقى الدرايفرات كلها. يبقى تاني عشان نجيب ال VMware Tools نسطبه كده، كليك يمين VMware Tool Installation. تمام، بصوا بقى، بصوا بقى المكنه ايه يعني. انتوا طبعا الفيو عندكم مش جايب كله، بس المكنه عندي بقت ستريتشد، يعني ايه ملأ شاشه اللاب عندي كلها. طبعا لا انا مش محتاج اعمل ريستارت. دي بصوا بقى هنعمل شويه حاجات حلوه قوي لطيفه جدا بقى. دلوقتي انا عندي بصوا كارت الشبكه اهو، ممكن اروح ماي نتورك بليسز، كليك يمين بروبرتيز. تمام، طبعا انا عايزك بقى تقفل الفاير وول برده، ادفانسد سيتنجز، الحمد لله انا فاكرها اهو. اوكي تمام، طبعا انت عندك المكنه دلوقتي بتاخد اي بي، طبعا ما فيش دي اتش سي بي سيرفر، انا مش مشغل، انا مش موصلها على راوتر مثلا جينيس 3 دي اتش سي بي سيرفر، ومش انا لا دي هعمل دي كده، ومش مفعل دي اتش سي بي اي بي على الاي في نت. طيب انا بقى تعالوا بقى نعمل شويه حاجات حلوه كده، هروح على فيرتشوال ماشين نتورك اديتور. تمام، ادي هي متوصله على ايه، في نت 1، انا موصلها على في نت 1. لو انا شغلت اليوز لوكال دي اتش سي بي دوت ديستريبيوت، ومثلا انا خليته يوزع مثلا من اول 100، يعني هو دلوقتي هيدي من اول 100، يعني المفروض المكنه دي هتاخد 100، يعني المفروض المكنه دي هتاخد 192.168.206.100. تمام كده، اروح ابلاي، بفرض ان انا ايه شغلت دي اتش سي بي. انا عايز اوريك برده كل حاجه انا كنت بشرحها قصاد عينك. اوكي، وجيت عملت كليك يمين ريبير، نشوف هياخد اي بي ولا لا. اهو كده يعتبر خد اي بي اهو كونكتد. المفروض ياخد ايه، 192.168.206.100. اروح كده ادوس على الكلكتين سبورت اهو ديتيل دوت 100. تمام كده، يعني اتمنى الموضوع ده ايه يكون واضح، ده دي معناها ايه، يعني ايه اسطب دي اتش سي بي على الفي ام نت. طيب لو مثلا انا جيت عملت المكنه دي بريدجت، لا تعالوا نات، النات يعني هيوصلها في النت 8، بس في النت 8 اوريدي هوست اونلي. طب انا هخلي في النت 8 دي نات. اوكي، وهفعل خاصيه الدي اتش سي بي على في ام نت 8، فالمفروض هياخد من 179 بول، اللي هو البول اللي هي دوت 179، وادوس ابلاي. اوكي، واروح على السيتنجز بتاعت المكنه عشان اغير بقى، من اغيرها من كاستوم هوست اونلي اغيرها مثلا لنات. بصوا لو انا جيت عملت نات كده او كاستوم على في ام نت 8 كده كده واحد. تمام، انا اعمله هنا بنات. اوكي تمام، تلاقي بقى بيرفرش عندك الكارت اهو كده، كاني شلت الكابل وحطيته تاني، هيرجعه مره تانيه اهو، يبدا يرجعه. المفروض ياخد في البول بتاعت 179 وياخد من اول 128، لانه بيوزع اي بي دي اتش سي بي من اول 128. ها ادينا مستنيين اهو 179.128. اوكي طيب، تخيل بصوا بقى، بصوا دي. تمام، لو انا جيت عملت كده ران سي ام دي بينج على www.google.com-t، ما نشوف بقى هيطلع الانترنت ولا لا. اهو بصوا ترجمها هي الاي بي، طالما ترجمها الاي بي يبقى دي لسه شغال وهو بيكونكت اهو. تمام، على ايه، على ال بيكونكت على الانترنت. طب ده كلام جميل. طيب لو انا جيت خليتها بريدجد يعني على في ام نت زيرو. تمام كده، طيب انا طبعا في ام نت زيرو مظبط الاعدادات بتاعته، فقط كل اللي انا هعمله اروح هنا بريدجد، او ممكن اعمل بريدجد على في ام نت زيرو، او ممكن اعمل كاستوم على في ام نت زيرو بريدجد. anyway كل الطرق تؤدي الى روما. ادوس اوكي تمام، هيعمل ريفرش، المفروض هياخد من البول بتاعتي بقى الفيزيكال 192.168.1.0/24 نتورك دي اهو. تمام، ورينا يا عم، لسه طبعا ما خدش. طب نعمل اهو ريبير، تمام، يعني انت كده يعتبر مالكش حجه، وريتك كل الاحتمالات اللي ممكن ايه تكون عندك نظري وايه وعملي. تمام، اهو فيرتشوال ماشين اديتور بقى. انا دلوقتي بقى انا ايه، مش هحتاج كل الكلام ده بقى، انا هسطب دلوقتي المكان كله، هدخله على الجي ان اس 3، هلغي الدي اتش سي بي هنا، الفي ام نت اخليها هوست اونلي، واقفل الدي اتش سي بي، لان انا بقى ايه المكان ده هستعمله في اني انا ادخلها على نتوركس جوه الجي ان اس 3. طيب تعالوا بقى مثلا نعمل تجربه، ان انا مثلا لو عايز اخد الملف ده كوبي بيست، طبعا بعد ما سطبت الفي ام وير تولز اهو، كوبي اخش هنا. اوكي طبعا المكنه بطيئه جدا، اوكي مش مشكله، بيست، ابصوا بيست اهو، حطيت البيوتي،
حطيت البيوتي. طيب انا كده يعتبر وريتك ازاي النتورك كونفيجريشن، وريتك بتاعت الفي ام وير، وريتك المكن تمام، ازاي تسطب مكنه وتظبط الكونفيجريشن بتاعتها. فاضل حاجه اخيره. طيب انا اولا انا عايز اقفل المكنه دي، اقفلها ازاي؟ كليك يمين باور، باور ممكن اعمل شوت داون جيست، يعني انا كاني قفلتها بالطريقه الطبيعيه. سسبند يعني عملتها سليب، ريستارت ريستارت. طب باور اوف يعني كاني شلت الكابل. طبعا يستحسن ما تعملش اي مكنه تقفلها باور اوف. سسبند يعني كاني دوست على الزرار بتاع الايه اللاب مثلا عندي، اللي هو اللي انا ظبطته على الايه على اللي انا ظبطته على السليب مثلا، ريست كاني دوست على زرار ريستارت. طب انا عايز اعملها مثلا ايه، مثلا سسبند، انا عايز اقفلها سسبند. سسبند يعني انا كاني عملتها سليب، هتقفل على الوضعيه اللي كانت عليها في السسبند. يعني بصوا سسبند يعني انا كاني عملتها سليب. عايز تفتح اعمل ريزوم، دي افضل طبعا من الباور اون، باور اوف والباور اون. باور اوف يعني هتبدا تفتح مكنه من اول وجديد. اوكي طب ده كلام جميل جدا حلو. لو انا عايز اكريت 10 مكنات اكس بي، هل كل مره هعمل نفس الليله دي كلها؟ لا مش هتعمل نفس الليله دي كلها، هتعمل كلون. كليك يمين على التاب بتاعت المكنه، مانج كلون، كلون يعني اكبر تمام اهو. ويلكم تو ذا كلون فيرتشوال ماشين ويزرد. طبعا انا عندي حاجات كده عايز الغيها عشان اخف البروسيسور شويه. طبعا هو هنا مش هيقدر يعمل كلون، بيقول لك ليه يو كانت ميك ا كلون اوف ا فيرتشوال ماشين اور سناب شوت ذاتس باورد اون اور سسبندد. طبعا عشان هي ايه معمولها. طب انا هعمل لها باور اوف. اوكي طبعا هو انت لسه مش قايل يا باشمهندس ما ينفعش نعمله باور اوف كده يعني كاني شلت الكابل؟ لا يا سيدي احنا ايه عايزين نختصر في الوقت تمام. نعمل دلوقتي ايه بقى، مانج كلون اهو، نيكست كارنت ستيت تمام كده. نعمل كرييت ا فول كلون، لينكد كلون يعني انا هعمل مكنه بس مش هتقدر تباور اون المكنه دي الا والمكنه الاصليه باورد اون. فانا لا دي مش عايزها، انا عايز اعمل كرييت ا فول كلون تمام كده. وهتسميها ايه؟ انا عايز اسميها بي سي داش 4 تمام. وفرت عليك بقى انك تكريت مكن من اول جديد اهو كلونينج. شوف بقى ايه هيقعد قد ايه بقى. طيب انا دلوقتي عملت الكلون اهو، ويلكم تو ذا بي سي داش 4. عملت كده دلوقتي ايه نفس الكونفيجريشن بقى ايه هي بس انا عايز اوضح لك حاجه. يعني لو رحت كده للاعدادات بتاعه النتورك جيت ادفانسد، هتلاقي كده الماك ادرس كام؟ 23 اخره 23. طب لو رحت بي سي داش 3 تمام الماك ادرس هتلاقي برضو اخره 1 سي 23. اعمل جنريت، انا عايزك تغير الماك ادرس، يعني ما يبقاش الجهازين ليهم نفس الماك ادرس. لو وصلتهم على نفس الفي في في ام نت ووصلتهم على نفس الشبكه في الجين 3 ملك كومبلكت. طب ده عامله مثلا 24 اهو. اوكي ودلوقتي يا سيدي بقى عندك مكانتين، اعمل بقى نفس الكلام دلوقتي بقى يبقى اعمل بقى عندك مكان بقى ايه واقعد كبير واعمل الدنيا ماشيه معاك بيس اند ماين. انا يعتبر خلصت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه مع الجي ان اس 3 1.4.0. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.